احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهلهل، حياكم الله ومساء الخير، مساء السعاده عليكم، وان شاء الله يومكم جميل. نطل عليكم اليوم من دوله الكويت الحبيبه، دوله الكويت الجاره، مع الشاعر المبدع الرائع جدا حقيقة، إضافة للبرنامج وإضافة إلي أنا شخصيا، الغالي والطيب أبو عبد الله حسين من ذروة. حياك الله. يا هلا بك، أول شيء نورتنا وشرفت ديرتنا، وهذه والله الساعة المباركة. الله يبارك فيك يا أبو علي، شو أخبارك؟ الله يسلمك. إن شاء الله طيب. طيبين، دام نشوف وجهك طيبين. الله يسلمك. أبو علي، خلينا نسولف أشتغل الحركة الشعرية بالكويت. والله لا بأس فيها، ما هي مثل ما نطمح لكن لا بأس بها. جيد، شلون هالحركة الشعرية الخليجية عموما؟ ممتازة جدا. ممتازة جدا على مستوى الخليج. ممتازة جدا. جيد، تحس اكو تقارب يعني بالقصيد بين العراق والكويت؟ كثير. يعني القصيدة الكويتية توصل للعراق والعكس بالعكس؟ كثير كثير جدا. لازم بسبب السوشيال ميديا طبعا. اكيد السوشيال ميديا هو الركيزة الأساسية اللي قوة العلاقات والتواصل بيننا وبين أهل العراق. جميل جميل. ونستمع أيضا الشعر العراقي، الشعر العراقي يعتبر فخم جدا. تحس صعب على السمع ولا؟ لا لا أبدا، ما هو صعب، بس عميق جدا. ها عميق. يعني قصدي تفهم المضمون. أكيد. جميل جميل واضح. جميل. أبو علي، خلينا نستهل الحلقة بما تحب وتشاء. اللي تامر فيها أبو علي. الله يعزك. يقول: يا ما حلا جمعت اخوانك حواليك، وعيال عمك وقصراك وخوالك. يا ما حلا، يا ما حلا جمعت اخوانك حواليك، وعيال عمك وقصراك وخوالك، ورفيقك اللي ما يخيب هقاويك اللي اليوم انك تضايقت جالك. جالك جمعت مثل ذولا حواليك تغنيك. الله والله الله. ما يغنيك عنهم حلالك، والله ما يقهر ويكسر معاديك الا لشاف عيال عمك بلالك. الله. لا دارت الدنيا وطحت بدهاليك، يا غير اخوك اخوك ما فز شالك. اسمع كلامي زين وافتح اذانيك، واشبك يمينك في اصابع شمالك. لا صرت مع ربعك كذا مثل ياديك، يا طيب حظك صدق ويا طيب فالك. الله يا الله يا ابو عبد الله. الله ما شاء الله. بالمناسبه الشعر النبطي، أنا سولفت وياك قبل التصوير، بتطور جميل جدا، أنه بلشت المفردة أو الجملة البيضاء تقال داخل النص. تتفق وياي؟ جدا. وهذا أعتقد ساعد بانتشار القصيدة النبطية. أكيد. أنت شنو هدفك من كتابة القصيدة؟ تبي يزيد انتشارها، لازم تكون لغتك بيضة مفهومة للكل، لا تخص فيها شريحة معينة عشان تاخذ انتشار أكبر. وهذا اللي يعني أكثر طريقة وأقرب طريقة للنجاح. طبعا أنه اللغة مفهومة لدى الجميع. لازم يعني أكيد. ليش تخليها مبطنة وغامضة؟ ما راح يفهمونها الناس. لا ما يفهموها، ما يفهموها. زين أبو علي، أنت أبو عبد الله العفو، شنو رأيك بالقصيدة اللي تكون ضبابية ذات غموض؟ ما تفيد الشاعر. ما تخدمه؟ أبدا. أنا لما ما أفهم القصيدة أكيد ما راح أحسها، فأنت شنو استفدت؟ ما راح يفهمها إلا أنت وقليلا من اللي حولك. أبدا. أكو في مثل يقول: الفن للفن والفن للناس. بالضبط. فأنت تنتمي لمن؟ والله أنا أقول الفن للناس. بالمناسبة أنا شخصيا مع هذا الرأي، أقول الفن للناس. أكيد. أنت لما تكتب القصيدة، يعني القصيدة تكتب للناس، مو للشعراء فقط. شارك الناس إحساسك، خلي الناس تشاركك بإحساسك. أبو علي، في بعض الأحيان يطالبون من عندك ناسك، أهلك، محبيك، ترجع مثل قبل. والله ممكن يعتمد على الخطأ أو الزلة مثل ما يقولون. نعم. فإذا كان الخطأ فادح مستحيل، لذلك السماح ممنوع. إذا الخطأ فادح ممنوع. الله. فأقول اكسى إذا تقدر، أنا بيك تكسى، ولا يلحقك مني عتاب وملامة، اللي منول لا تباطاك ممسى، للحين قده غارق في منامة، مركب غرامة ما لقى فيك مرسى، وش مزعلك
لو ضاع مركب غرام الله، لكن تبي أرجع كما كنت؟ أنسى مستحيل، لكن تبي أرجع مثل ما كنت؟ أنسى، صبري نفذ وياك. مع السلامة. محرز والله. أبو عبد الله، الكتابات اللي تكتبها هي من الواقع ولا من الخيال؟ والله شوف أغلبها من الواقع. إيش قد حصلت الخيال بها؟ والله لما ما يحصل لك موقف أنت مضطر إنك تستعير من الخيال. جميل. حصص تستمر الحياة. أيهما وصولها أسرع؟ أكيد اللي موقف. اللي من الواقع صح؟ أكيد أكيد، الواقعية دائما توصل، لأن يكون فيها إحساسك أغزر. مصداقية عالية راح تكون. أكيد. جميل جميل. أبو علي، أبو عبد الله اليوم، أبو علي هواي هواي. أنا أرجل أبو عبد الله حبيبي والله. الكل شيء تعريف. صحيح. صح؟ صحيح. من وجهة نظر حسين بن ذروة شنو تعريف الحب؟ اللي يعشق إنسان يعشق بلاده، ما هو يعشقه لجل شيء. الله الله الله. اللي يعشق إنسان يعشق بلاده. بالله صحيح. ما هو يعشقه لجل شيء محدد، يقدر ظروفه ويرضي عناده ويسامح لا من خطأ ويتودد. الحب ما يحتاج من عيشات، الحب وردة كل يوم تتجدد. الله. والاكتفاء باللي تحبه سعادة ما يمتلكها من يحب التعدد. الله. لا يمتلك من يحب التعدد. أبو عبد الله، القصيدة اليوم شنو تحتاج حتى توصل؟ اتفقنا على اللغة البيضاء، تحتاج أنه أنت تتعب من أجلها؟ أكيد. سولف لي الطريقة اللي مثلا أنت تنتهجها. والله شوف، المراجعة بعد كتابة القصيدة للقصيدة نفسها؟ أكيد نفسها. هذه تزيد من قوة القصيدة. على سبيل المثال اختيار المفردات، تبدل بالمفردة، تكون المفردة أقوى وأعمق. جميل. كذلك تخليها سهلة وبسيطة أنها تكون مفهومة. وإذا كان شاركت الناس بإحساسك، يعني لا تكتب عن إحساسك فقط، خلي الناس تشاركك، خصوصا القضايا الاجتماعية السائدة المنتشرة. يعني الفراق مو بس انت مفارق، كل الناس هارق عادل. فانت لما تكتب لا تكتب لحالك لنفسك بس، خلينا نتكلم عن الناس. زين. تتبعها مثلا تسوي لها سبونسرت كذا، تعتني بهذا الموضوع ولا ما تعتني؟ بالنسبه للتصميم والامور. نعم التصميم، هذه المصممين ما يقصرون جزاهم الله خير. يعني لا لا، اقصد انه انت تشتغل باتجاه هذا الموضوع ولا لا؟ انا ما افقه بالتصميم للامانه، أنا تصميمي بالقصيدة فقط. زين، هو هذا الموضوع يساعد على نجاحها؟ أكيد، التصميم من شاطر. أي أكيد. ما في ها يعني أنت متفق. أيوة. أنه حتى توصل قصيدتك لازم أنت مو بس تكتبها. أكيد. تكتبها وتقرأها، وأنه بتسوي لها في الطرق معينة للوصول. نعم، تختار المصمم الشاطر وتسلم القصيدة على أساس أنه ما يظلم القصيدة بالتصميم. حتى الخلفيات، حتى الخلفية لا لا. يعني انت لما تقول قصيده بدون خلفيه مثلا موسيقى، يعني ما يصير انا اقول قصيده يعني حزينه عن فراق وتكون الخلفيه مثلا موسيقى فريحيه. ففي طبعا كذلك التصميم اذا كان في مشهد من فيديو مثل مسلسل او شيء ايضا يخدم القصيده. جيد جيد. شنو قلت بالغزل؟ القصيده انا بصراحه احبها، الشمس. ايه نسمعها. يقول بينك شبه يا سيدي انت والشمس في النور والاشعاع وبعد المسافه. الله 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 الله. بينك شبه يا سيدي انت والشمس في النور والاشعاع وبعد المسافه، وبينك وبين الثلج الطعم واللمس وذاك البرود اللي ذبحني جفاف، يلي غلاك بداخلي من غمس غمس. شاعرك شاب ولا بعد شاب قافة، أذكر بداياتي معك كأنها أمس، يومك بسيط ولا تعرف الكلافة، اللي ذبحني فيك
يا سيدي خمس زين وعقل واخلاق ذوق وثقافة أجن أجن لا منك تحاكيت في همس ريقك عسل وشفاك قطعة كنافة وحمس كبدي لا تعديتني حمس شفت النحافة تشتكي من الكثافة هلا هلا تدري وش اللي بسبته خاطري عمس إنك مثل بكرة أبيه وأخافه الله سلام الله الله إنك مثل بكرة أبيه وأخافه الله 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 تقتنع بالظروف تكون مانع والله للأسف في ناس واجد يستخدمون الظروف تحججون بها تحججون فيها شنو رأيك بالظروف اللي واحد يريد يرحل ويخلي الظروف هي السبب الرئيسي تقتنع أنا ما أقتنع ليش أنا بكيت إحساس ودموعي حروف يشوف هل مثلي مفارق أحباب وصوت السكوت المزعج الممتلي خوف الله بتسمعه دامك من البعد مرتاح آخر ما شفته منك تلويحة كفوف الله كانت على هيئة مشاريه وعتاب شفت الغياب اللي يسمونه ظروف هذا عذر راقي من إنسان كذاب الله 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 حتى السواد اللي تحت عيني تشوف هذه بقايا أثار خطوات غياب الله إلى آخر القصيدة الله يرضى عبد الله الله يسلمك ناخذ فاصل ناخذ فاصل احبتنا مشاهدين قناة الايام فاصل ونعود اليكم أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل عندنا وياكم مع الحبيب الشاعر المبدع والكبير حسين بن ذروة يا هلا والله ومرحبتين يا أبوك الله يعزك إن شاء الله ما تعبنا بالبارت الأول أبدا مستمتع جدا بصراحة إيش قد فارق اللهجة برأيك يعني يسبب كلافة على استيعاب القصيدة والله شوف في لغة يعني أنا أسميها الكل يسميها اللغة البيضاء هذه اللغة الاجتماعية الوسطية اللي يفهمونها كل العرب جميل يعني أنا ماني عارف ليش ما يستخدمونها الناس أنت لما تكتب قصيدة لازم ما تطلع من هذا الإطار عشان توصل للكل يفهمها المصري السوري العراقي الكويتي السعودي البحريني الكل يسمعها جميل فخلك على زين موسيقى القصيدة مؤثرة أو غير مؤثرة؟ طبيعي جدا تكون مؤثرة يعني من الممكن أكون موسيقى لوزن معين تكون قريبة للسمع أو موسيقى بعيدة عن السمع؟ أقولك شغلة أبو الأكبر قول أنا أحيانا أحتاج أسمع موسيقى عشان أقدر أكمل في قصيدتي أها يعني لما تكون عندي بعض القصائد لما تصير فيها ترك وقف مخي واقف أستعير بالموسيقى تخليني أنزف أكثر تولد شعور تروح أنت من الناس اللي يشتكون والله يا أبو الأكبر ما هو غرور أنا الحمد لله ما أشتكي إلا لله سبحانه وتعالى تحسها نقطة إيجابية أكيد ما أشتكي لو يشتكي دمع الشم ما أشتكي لو يشتكي دمع الشم واضحك وخبي من وراء ضحك وجهي يلي تدور من وراء طيحت الدم حتى لو اني طحت ما طحت كفو كفو والله كفو كفو حلو الرجل لما يكون صلب لازم ها اكيد اي مو سعفه بريح يا ريح تجي تميله مو ايش اللي يفرقك ايش اللي يفرق الرجل عن غيره بالصلابه والصمود مثل الجبل ثابت ما هز تاريخ ما هز تاريخ في بعض الأحيان أكو ناس لهم وقع خاص بداخلك وراحوا
تنتظر رجعتهم؟ شوف، يعتمد أول شيء على مكانة هذول الأشخاص وعلى الخطأ. أحياناً في البعد تحتاج أن ترتب باقي الأمور أو بعض الأمور. مثلاً البعد بعض أحيان إصلاح فني، البعد موجع لكن القرب أوجع. الله 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 الله. البعد بعض أحيان إصلاح فني، البعد موجع لكن القرب أوجع. لذا بروح وباقي شوي مني احرص عليه إن كان تبغيني أرجع. الله يا أبو عبد الله، حبيت هاي الأبيات. الله الله يسعدك. الله. فأحيانا تبيه يراجع نفسه فتعطيه فترة نقاهة، نقاهة استراحة. حاسب نفسك لكن ما تروح كلك، شوي يعني سايف الباب، لا تسكر الباب، خلّه سايف. ما شاء الله. لك قصيدة أعتقد اسمها الوصاية. الوصاية، إنه في كل بيت وصية معينة. صحيح. قول الوصايا والنصايح مستحبة، استمع لي يلي ودك بالوصايا، واحمد الله دام أمورك مستتبة ولا تكابر، واسأل الله الهدايا. لا تخاوي واحد ما خاف ربه، إن مضرك ولا بتحوش بشظايا، ولا تشمت في عدو ولا تسبه، الزمن دوار وللمعنى خفايا. الله 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 الله. ولا تراضي من زعل، الوصايا والنصايح مستحبه، استمع لي يلي ودك بالوصايا، واحمد الله دام امورك مستتبه ولا تكابر، اسال الله الهدايا. لا تخاوي واحد ما خاف ربه، ان مضرك ولا بتحوشك شظايا، ولا تشمت في عدو ولا تسبه، الزمن دوار وللمعنى خفايا. ولا تراضي من زعل من دون سبه، لانك بتشجع الى ما لا نهايه. ولا تراضي من زعل من دون سبه، لانك بتشجع الى ما لا نهايه. ولا تقلد اي شخص ولا تشبه، مثل ما فيهم مزايا بك مزايا، ومجلس ما اعطاك حقك لا تطبه، لو تشوف كنوز قيصر في الزوايا. ولا تدقق، ومجلس ما اعطاك حقك لا تطبه، لو تشوف كنوز قيصر في الزوايا. ولا تدقق في خطايا من تحبه، يمكن تكون انت اكبر الخطايا. الله. لا تدقق في خطايا من تحبه، يمكن تكون انت اكبر الخطايا. ما شاء الله. ممكن العيب فيك. اي والله العظيم. مو فيهم. هو مسألة التكامل ما موجودة بصراحة. صحيح. كمال لله سبحانه. كمال لله سبحانه وتعالى. أهم المسابقات اللي اشتركت بيها. والله شوف، أنا عندي تحفظ في المشاركة في أغلب المسابقات، خصوصا اللي تعتمد على التصويت، لأنها تظلم الشاعر بصراحة. ولكن الأمسيات، اللقاءات مثل هذا اللقاء، هذا اللي أنا أنصح كل شاعر إنه يشارك فيه. جيد. أمسية، مهرجان، كرنفال، احتفال باقي بالذاكرة. والله صراحة من أجمل الأمسيات أمسية كانت في الأردن. جميل. جميلة جدا. الحضور شلون كان؟ فاجأني الكم الهائل من الحضور، كان حضور طيب صراحة. لطيف. الجمهور الأردني ما شاء الله عليه، يعني متذوق للشعر. أها. نعم. جيد. هذا كان مفاجأة بالنسبة لي، أنا ما كنت أتوقع. في أي مكان ودك تقرأ؟ في كل مكان. مثلا أكو مكان تحسه يعني أمنيتي أقرأ في هذا المكان؟ كقراءة يعني أقرأ قصيدة. والله في بغداد، حلم أني أكون في بغداد، أسوي أمسية في بغداد. والله عشان تسمع، والله عشان تسمع،
مو عشان تسمع والله العظيم. والله انا توعد لك. والله انا اتشرف. يا حبيبي شنو السبب؟ الشعر العراقي انا احبه من زمان وحفظ له كثير. جميل. فيه عمق وفي غزاره وفي الم يا اخي. اكثر شعر يعني يقدر يوصف الالم الشعر العراقي. يقولون لكل شخص اشباهه 40. صحيح. فالقصيده تقول السالفه لتحت 40ك هاي كذبه. الله. ماكو مثلك. هي مو شغله مزاجيات، تعرف لمشكوا بالدنيا جوري ما ابدلك. لا ترد لاحلامنا ما الها قيمه. الخاطر امي ايش قد دعت لك. الكثره الشيب بلحيتي اللي دمرتني. المام وقفتني على حيل الها رجع لك. يا هولي من رحت عني، يا هولي من رحت عني. انا عدي الدنيا، انت ايش وعدك اهلك. انا ما شبعان منك حتى منك. الله 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 عليك. بالمناسبة يعني أنا سامع هذه الجملة كثيرة، أنه القصيدة العراقية أو الأغنية العراقية ذات شجن وحزن. جدا جدا يا رجل، تهزك من الداخل. يعني بصراحة برأيك أنه هذا الإحساس اللي بالقصيدة يوصل مثلا لحسين بن ذروة كامل، لو إلها تأثير المفردة أو كذا؟ لا، يوصل لكل شاعر ولكل متذوق شعر. جميل. هو بصراحة هذا كنا نتحدث عن السوشيال ميديا، خدمة موضوع القصيدة بصراحة. صارت يعني القصيدة العراقية توصل لأقصى الأماكن العربية، وكذلك أي قصيدة من أي بلاد توصل لأقصى الأماكن. وهذا الموضوع بصراحة جميل، حتى بالتالي أنه مثل ما تفضلت حضرتك، الشاعر بلش يعتني بمفردته. صحيح. أكثر يعني ما عاد يسويها مفردة بيئية. نعم. صحيح. تتفق وياي؟ تتفق جداً. شنو تبريرك للناس اللي يتهموك؟ والله أي إنسان قبل لا يتهم المفروض أنه يكون متأكد قبل لا توجه اتهاماتك. يعني لا تسمع بس شوف. إيه؟ تأكد. لا تشوف بإذنك. الله. الإذن مو يشوف صراحة. نعم. الله. أقول لا تشوف بذنك. ليتك قبل لا تتهمني ترك ترى التسرع يطرحك من عيوني. من تب علي ملزوم، لكن تأكد ما تقدر تكمل حياتك بدوني. هذه ثقل وغرور الثنتين. لا بصراحة ثقل وغرور. الثقة لكن في إطار الغرور. من اللي ما يقدر يعيش بدونك؟ الشخص اللي يحبك. ومن اللي ما تقدر تعيش بدونه؟ الشخص اللي أحبه. هذه أجوبة دبلوماسية. شوف، لما أنت مو مقصر ومو غلطان بالنهاية هو الخسران. ها. فلما يتهمك بشيء أنت أساسا بريء كل البراءة منه، مصيرا في يوم من الأيام راح يعرف وراح يرجع. بس عقبه إيش بعد؟ فات الأوان. والله أنا أتفق معك. فات الأوان وما بعد رجع. إيه لا، إذا راح خلاص. ما تغرني لو نزلت الدمعة، يكفيني صابر زادت أعصابي والتعب يومية يدق بابي. الله. منين أجيلك؟ قبل أقول لك هذه، لكن اللي بيروح من نفسه خليه يروح. والله الله وياه. اللي يريد يبقى. إيه. اللي يريد يبقى هاي غطا وهاي فراش. اي بس واللي يريد يروح مع السلامه. بس مو على كيف يروح ويرجع يروح. لا يا ابي انا مو محطه. اي ما اجبرك تقعد ولا ودي تروح. ما اجبرك تقعد ولا ودي تروح. قرر وتعرف من بعدها قراري. اذا نويت تغيب وتصد مسموح، لكن على العواد لا تجيب طار.
هلا 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 تريد تروح بعد خلاص روحة نهائية قبل لا تروح تروى، لأنك إذا رحت لا تفكر ترجع مثل ما قلت يا أبو الأكبر، مو محطة. أي مو محطة. نعم. الله يرفع عبد الله. بالمناسبة لكل إنسان فد أشياء يفتخر بها بحياته. صحيح. أنا هذا اللقاء من الأشياء اللي راح أفتخر بها. وأنا كذلك والله يا أبو. بالله الكريم. الله يسعدك. تحب الانتظار؟ لا مو زعج الانتظار. زين خلينا زعجك شوي ناخذ فاصل ونرجع. توكل. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، وصلنا وياكم إلى البارت الأخير من حلقة هذا اليوم من برنامج المهلهل مع الحبيب والمبدع حسين بن ذروة. يا حلامك. عساه الله لنا الله يعزك. أكثر قصيدة تحسها تمثلك؟ شوف أبو الأكبر، القصائد كثار القراب مني، لكن أقرب واحدة في هذه اللحظة قصيدة الخوي. أقول أنا خوي اللي يدور له خوي، كفو اللي على درب المكارم مسلكة، وأنا عدو اللي يحس بأنه قوي على الضعيف اللي زمانه. الله 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 الله. أنا خوي اللي يدور له خوي، اللي على درب المكارم مسلكة، وأنا عدو اللي يحس بأنه قوي على الضعيف اللي زمانه مهلكة. قد لي ثلاثة أيام أسمع لي دوي في جوفي اللي كان وسطه معركة، ما يكسر ذراعي ويلويها لوي إلا الرفيق إن صار ما فيه بركة. الله. هذا الزمن يا صاحبي ما هو سوي، فيها الوجيه ملونة وفبركة. الله. هذا زمن أغبر وعالم فوضوي، صار التعامل صعلكة في صعلكة، صار الفعل اللي يتملص فهلوي، والخبث صار اسمه دهاء وفرنكة. للأسف. وعلى الوفاء والصدق أصبح منطوي طيبة مع أهل المصالح أنهكة. اللي يتنهد شفت الكذيب يعوي، واللي ينطق ما فيه شيء يربكه. الله. قلبه من صدوف الليالي مرتوي، ومن الجلادة صار دمعه يضحكه. فقير حظ ومال والجيب يهوي، ولا فيه علم غانم ما يدركه. هذا الرجل يعطيك دافع معنوي، إن السعادة بحر والحزن اسمك. ويا صاحبي اللي حصل مثل أخوي، لا تتركه لا تتركه لا تتركه. وسلامتك. جزل هذا القصيدة. الله يسعدك. جزل هذا القصيدة. الله يسعدك. أهنيك وصفق لك من كل قلبي. الله يرحم والديك. من بعد ما لديك يا أبو الأكبر. الله يعزك. نعم. الضيق عند حسين بن ذروة راحت ولا بعد هي؟ يا أبو الأكبر ما أدري شنو تبي مني أنت. أنا أريد أطلع المكنون المكنون كله. الضيقة اللي كل ما قلت راحت، جتني على غفلة وكلها تمتوني. مصدوم في ناس من العين طاحت، الله، ورغم الخطأ منهم أخطي عيوني. الله الله الله. طيب مو في بيك بصراحة هذا الموضوع، أتخطى عيونك طيب ولا محبة؟ الثنتين. الأكثر محبة. والله الطيب والمحبة إذا اجتمعوا مصيبة. ها يأذون صاحبهم حيل. أنت طيب وتحب مشكلة. مسكين. لا والله راح تعيش مسكين. يعني حاليا أنا حاليا مسكين. أنت أكبر مسكين. لا والله. أنا قلت للسيد المشاهد أنه البارت الأخير يريد نستنزفك شعرا. حاضر. للقصيدة منين أجيلك؟ أي متابع جيد ها؟ وأتشرف فيك. الله يعزك.
منين اجيلك والمصيبه انك ابعد من الخيال، حتى شوفك على الطبيعه صار عندي مستحيل. من 8 سنين قلبي ما يشيل الا الجبال، ليه متى وارتاح تكفى من الجبال اللي اشيل. الله ادري حظي ما وفى، ادري خالتني الرياض يلعن ام الحظ كان من تلاقينا بخيل. اي والله اسمعي مني نصيحه، كان ترجين الوصال، ما ابي منك حياتك، ما ابي الا القليل، لا تهمك العوابل طبعهم قيل. وقال كم حبايب فرقوا والسبب قال وقيل. الصبر الصبر يا اخي ذبحنا، ولو تبي اقرب مثال الجروح اللي بقلبي قد لها وقت طويل. انت عندي كل حاجه، انت عندي راس مال. الله المصيبه انك ادرى ما في ديني اي حيل، والله انه ما ذبحني الا هذاك السؤال. لما جيتي تساليني ليش انا جسمي نحيل، قلتي ان الحب لعبه يعني من وحي الخيال، كيف امثل وانا قلبي ما رضى بغير بديل. كم جرح من يدينك صار يا بنت الحلال، احسبيها وعلميها ليش انا قلبي عليل. والسعاده في حياتي ادري ما فيها مجال، دام شوفك يا حياتي صار عندي مستحيل. الله 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 الله. هذا من وحي الخيال ولا واقعية؟ من وحي الخيال. لا لا أبو عبد الله، لا لأنها الطبيعة مستحيل. لا أبو عبد الله، من وحي الخيال ولا واقعية؟ لا واقعية. واقعية. أنا قلت من 8 سنين. سلامك. سلامتك من العاش. يا أخي هذا الشعور يدخل يتغلغل بداخلك بدون دقة باب. ترى الشاعر يتأذى أكثر من غيره لما يسمع شيء يلامسه. شنو الأشياء اللي جبرك على الحنين؟ والله يا أبو الأكبر هذا السؤال قوي، ما تصدق لو أقول لك أحيانا الجرح لما يكون ذكرى يكون هو نفسه مصدر حنين. تحبه للجرح؟ تحبه من حب صاحبه. الله تدري وش أكثر شيء خلاني أنجل؟ إني بديت الحين أستوعبك صح. وتدري وش أكثر شيء خلاني أحن؟ أحيا الليالي انتهت والسبب جرحي. الله 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 الله. أكو بيت عراقي لطيف جدا يقول، بس ركز وياه، يقول المسامح، والله بصراحة ما يخطرني اسم شاعر بصراحة، بس ألف تحية له من خلال هذا البرنامج. نقول المسامح مو كريم، يحب. نعم. أنت برأيك المسامح كريم لو يحب، لو اثنين مع بعض؟ والله دائما المحب لازم يكون مسامح والكريم كذلك، عشان ما نظلم الصفة الجميلة. أنت سامح؟ التسامح رفيقك إن أخطأ تعذر له شوم إلين ما تكشف خفايا نيته، واللي يعتذر اقبل خطاه ولا تلوم العشرة اللي بينكم جاهيته. الله ما هو نبي الله ولا هو بمعصوم، عشان ما تدمح خصاه وسيته. ما هو نبي الله ولا هو بمعصوم، عشان ما تدمح خطاه وسيته. تسامح وخلك مع ربعك رحوم. اي بالله ترى التسامح للرجل ما ريته. اشرح عليه غاب في وقت اللزوم ولا الرخاء كلن يسد بجيده. الله اشرح عليه غاب في وقت اللزوم ولا الرخاء كلن يسد بجيده. انصح ولا تنصح قدام العموم، لو تنصحه ما تحترم شخصيته. بالله صحيح. ما فيه رجل في الزمن خالي هموم، وإن كان به تشرح على عقليته. من كان قلبه حي بيطيح ويقوم، إلا القلوب اللي تسمى ميتة. رجال ما عنده تجاريب محروم، والله يعين اللي على عفويته.
الله 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 يسلمك الله يسلمك. هسا أنا أريد أسألك سؤال أو بفرانكلي بصراحة، شنو تعليقك على البرنامج اليوم؟ أولا أنا سعيد جدا 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 أني ألتقي في أبو الأكبر اللي قبل زمان، والتقي بمشاهدين من دولة عزيزة على قلوبنا مثل جمهورية العراق. الله يسلمك. والشعب الله العراقي اللي نحبه ونحترمه ونشعر بالود معه وشيء جميل. لك بالمثل. والله شيء جميل. لك بالمثل. والله يسعدك واشكرك والله. شكرا. أعطيتني الفرصة أني ألتقي مع أخواني من العراق. الله يسلمك. وبصراحة نطلبك بجاية. الثنتين وأنا اللي أتشرف. العفو. أيوة. العفو يا طيب. أريد نختم الحلقة بقصيدة. بقصيدة. يا صاحبي. يا صاحبي قد قلت لك 10 مرات بس أنت ما تسمع ولا القلب يسمع، إن كانك بتجمع من الناس زلات راحت حياتك كلها وانت تجمع. الله 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 الله. خلك قريب بعيد واترك مسافات، يعني على ما قيل لا ضد ولا مع، ما كل ما يلمع ذهب، وانت بالذات شفته ذهب يمكن علشان يلمع. الله. أغلب مشاكلنا جمال البدايات. أي بالله. ولا بين الخافي بدا الزيف يهمى. أغلب مشاكلنا جمال البدايات. ولا بين الخافي بدا الزيف يهمى، الشك والأهمال دمر علاقات، أسس خلافات وفراغات تزمع، تدري وش اللي كان بين الفراغات؟ بيت انهدم، قلب انكسر، عين تدمع. الله. وعلى سبيل الأمثلة. الله الله الله. تدري وش اللي كان بين الفراغات؟ بيت انهدم، قلب انكسر، عين تدمع. وعلى سبيل الأمثلة والروايات، الحر يصبح عبد لا صار يطمع. وسلامتك وتعيش. حكمة عظيمة. الله يسعدك. الحر يصبح عبد لا صار يطمع. شكرا لك. اللي يطمع. شكرا لك. الشكر لك والله. تعبناك. عبرك السعادة. شكرا لحسن الضيافة. الله يسعدك يا حبيبي. شكرا للحبيب الأستاذ يحيى أشكناني على الإخراج، وشكرا لكم وتعبناكم. وصلنا لختام حلقة هذا اليوم، شنو تحب تقول للسيد المشاهد؟ هذه كاميرتك. أول شيء قبل لا أشكر المشاهدين، أشكر الأستاذ الكبير يحيى أشكناني، وأشكرك كذلك. شكرا لحضرتك. وأتمنى أني كنت ضيف خفيف على قلوبكم، وأتمنى أن وصلنا إلى ذائقتكم الفخمة، وإن شاء الله نلتقي وياكم قريبا في العراق. أمين يا رب العالمين. شكرا لك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. أحببتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم مع شاعر الكبير المبدع حسين ابن ذروة الهاجري. في أمان الله، ونلتقيكم بحلقات أخرى.